إن شاء الله راح نتكلم عن أعراض إسهال. في بعض الأحيان يعني يسبق الغثيان والتقيؤ الإسهال الناجم عن العدوى، وقد يعني يشعر المصاب إضافة إلى ذلك بتقلصات وبألم في البطن وغيرها من الأعراض الشبيهة بأعراض الإنفلونزا، يعني كارتفاع يعني درجة الحرارة وألم في تقلص العضلات أو الصداع، كما تسبب أيضا الإصابات البكتيرية أو الطفيلية أحيانا دما في الخروج في أو يعني في خروج مع الإسهال، يكون إسهال مبقع في الدم مع ارتفاع في درجة الحرارة. وأيضا من شأن يعني عدوى الإسهال الناشئة يعني عن فيروس أو ميكروب تسري يعني بسهولة كبيرة، إذ يعني يمكن أن تنتقل العدوى الفيروسية عبر الاحتكاك المباشر بشخص مصاب، كما أن يعني الماء والأطعمة الملوثة بالبكتيريا والطفيليات تساهم في انتشار إصابات الإسهال. يعني أما يعني الإسهال المزمن فهو يعني قد يشير إلى حالة مرضية أكثر خطورة كالعدوى يعني المزمنة أو التهاب الأمعاء أو قرحة الأمعاء. ومن المهم الرجوع إلى الطبيب المختص في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.